مساء الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس؟ كنتمنوا نتوما كتشوفوا هذا الفيديو تكونوا بخير وعلى خير. المهم بالنسبه لهذا الفيديو هذا غادي نعرفكم تجربتي كيفاش حليت القناه. وهذا الفيديو هذا خاص للناس المبتدئين والمبتدئات اللي بغاو يفتحوا قناه وما عارفينش يعني الخطوات اللي غادي يتبعوا. مهم كان ان شاء الله يا ربي نحاول انني نفسر لكم كل شيء في هذا الفيديو هذا وتوصلكم المعلومه وتفهموا يعني الطرق كيفاش تفتحي قناه وكيفاش يعني تسيري القناه ديالك بلا ما تواجهي حتى شي مشكل. المهم البنات، عندي هذا الكتيب هذا كما كتشوفوا صغير، هو انا كتبت فيه كاع الخطوات باش ما ننسى حتى شي خطوه باش نشارك معكم كل شيء وما نبخل عليكم حتى شي حاجه. اول حاجه قبل ما نبدا بغيت غير نقول واحد الحاجه يعني هكا صغيره قبل ما نبدا. المهم اي واحد ولا اي وحده عنده الحق يحل القناه وعنده الحق انه يدير واحد المحتوى ديالو خاص به، عنده الحق يفتح قناه ويعني يخدم عليها ويصور منها ارباح بلا ما يمشي يخدم في شي جهه وحده اخرى، بلا ما يسمع الهضره ديال الناس، بلا ما يعني بلا ما نكثروا الهضره بزاف. المهم راكم عارفين يعني بلا ما تمشي تخدمي في شي جهه اخرى وتسمعي الهضره وتدمري وهادي وفي الاخر كتسمعي بزاف ديال الهضره. المهم من الاحسن اي واحد كنصحو يحل القناه ويخدم على راسو في دارو جالس مهني، يعني فلوس يوصلوه حتى لعندو. ولكن اهم حاجه هي انك يعني تسيري القناه ديالك بواحد الطريقه يعني اللي كيفاش غادي نقولها لكم، سيريها بواحد الطريقه اللي شرعيه، ما تهزيش مثلا فيديوهات ماشي دياولك، ما تهزيش اغاني ماشي دياولك. المهم بزاف ديال الحاجات اللي غادي نقولهم لكم في هذا الفيديو هذا وغادي ننصحكم بهم باش ما تطيحوش بزاف ديال المشاكل اللي كيطيحوا فيهم بزاف ديال الناس. المهم البنات، اول حاجه كما قلت لكم هذا الكتيب راه حاطه فيه كاع دوك الخطوات. اول حاجه قبل ما كنفتحوا القناه خصنا نعرفوا شنو المحتوى اللي غادي نديرو فيها، يعني شنو هي ديك الدومين اللي غادي نديرو في ديك القناه، اولا شنو هو المحتوى اللي غادي نحطو في ديك القناه. بحال دابا انا مثلا كيعجبني الطبخ، كيعجبني نطيب، كيعجبني يعني ندخل الكوزينه ونسق هادي مع هادي. المهم عندي موهبه ديال الطبخ، وفي نفس الوقت كندير روتينات، كندير يعني خرجات لمشيت هكا شي بلاصه ولا شي حاجه يعني. وقناتي مخصصه بالخصوص بالطبخ، يعني علاش؟ لان الطبخ انا كيعجبني شخصيا، قريت عليه، خديت عليه ديبلوم، كيعجبني من الصغر، يعني ماشي حيت شفت واحد اليوتيوبرز كدير الطبخ ولي روتين حتى انا كنديرو، لا، وانما هاد الحاجه هادي كتعجبني. داكشي علاش قبل ما تفتحوا قناه خص تكونوا عارفين شنو هو المحتوى اللي غادي تحطوا فيها، واهم حاجه تكونوا كتبغيو داك المحتوى باش تنجحوا فيه وتبدعوا فيه اكثر. مهم ثاني حاجه البنات، ما عمركم تقلدوا شي يوتيوبرز وحده اخرى اللي واصله، اولا شي يوتيوبر واصل، اولا يعني ما عمركم تقلدوا شي واحد. دائما بقاو بشخصيتكم، دائما الشخصيه اللي غادي يعني غادي تبانوا بها في اليوتيوب للناس بقاو بها كما هي، ما تحاولوش تبدلوا على الناس باش هكا تفاداو انتقادات. وخا انتقادات قد ما كبرت القناه قد ما غادي يجيوك انتقادات. مهم هاد القضيه ديال الانتقادات غادي نهضر عليها في اخر الفيديو. ثالث حاجه البنات، انشاء حساب. اي واحد عنده تليفون، اي واحد راه يكون عنده جيمايل، كيكون عندك جيمايل وبهذاك الجيمايل هو اللي غادي يعني غادي تحلي به قناه. اللي ما كيعرفش يصاوب جيمايل راه غادي ديرو في يعني في يوتيوب اولا جوجل كيفاش تصايبي جيمايل، غادي يعطيوك الخطوات، ما عليك الا تتبعيهم، راه ساهل هادشي، كلشي ساهل. اهم حاجه داك الجيمايل اللي غادي تحلي به القناه ما خاصش يكون عند حتى شي واحد، خاصك تكوني كتعرفي انت بوحديتك هو والكود ديالو. بالنسبه للكود ديال الجيمايل هذه واحد النقطه ركز عليها، يعني دائما حاولوا تبدلوا داك الكود، حاولوا تبدلوه يعني ديروا ارقام وحروف في داك الكود. بحال دابا دوز شهر ولا شهرين بدلوه، هكا كتفاداو على ان القناه ديالكم ما تسرقش، ولا المهم ما يسرقوش لكم القناه ديالكم، اولا ما يعرفوش يعني المود باس ديال الجيميل ديالكم، حيت بزاف ديال الناس انفو يعرفوا الجيميل ديالك والمود باس ديالك صافي قناه كتمشي. مهم رابع حاجه البنات، غادي نحلوا قناه ونتبعوا الخطوات والاعدادات. كيفاش غادي نديروا لهذا الشيء؟
كما قلت لكم كاينين بزاف ديال اليوتيوبرز الدراري اللي كيديروا مواضيع هكا على كيفاش تفتحي قناة، كيفاش تربطيها بالادسنس، وبزاف ديال الفيديوهات بحال هكا. ما عليك الا يعني تكتبي في يوتيوب كيفاش نحل قناة، غادي يطلعوا لك بزاف ديال الفيديوهات. غادي تدخلي شي فيديو وغادي تتبعي المراحل، بحال دابا مثلا يعني مخدمة هذاك الفيديو مخدمة في البيسي، فحلي القناة ديالك في التليفون وتبعي غير دوك الخطوات وصافي. يعني حاولي ما امكن ما ديريش شي حاجه من راسك ولا تقولي نبرك على هذه ولا نخلي هذه، لا ضروري تتبعي شي فيديو من اليوتيوب، هو اللي تتبعي عليه دوك الاعدادات ديال كيفاش تفتحي قناه. هكا كتفادي بزاف ديال المشاكل في القناه ديالك، وكتكون القناه ديالك يعني الاعدادات ديالها كاملين مزيانين، حتى شي حاجه ما تكون خاطئه. من بعد البنات من بين هاد الاعدادات كيعطيوك الصوره المصغره، الاسم ديال القناه واللوغو ديال القناه والوصف ديال القناه، هادو انت اللي يعني انت اللي كتصاوبيهم بحال الصوره المصغره. بحال دابا مثلا انا واخا تندير الطبخ داكشي دايره تصويرتي، المهم الصوره المصغره كتبقى يعني شي حاجه شخصيه ديالك، انت حطي اللي بغيتي، حطي تصويره كتعلق بالمحتوى ديال القناه ديالك، ولا حطي تصويره ديالك انت شخصيه. بالنسبه للوغو او التصويره الكبيره ديال القناه، هذيك عليها واحد الفيديو اللي خاصك تدخلي تشوفي كيفاش كيصايبوها، وغادي تتبعي كما قلت لك المراحل وغادي تصاوبيها وتحطيها في القناه ديالك. بالنسبه للاسم ديال القناه انت كتختاري، اما كديري مثلا اكس شانيل او لا اكس بيوتي او لا كما درت دايره انا يوميات فاطمه الزهراء، على حسب المحتوى ديال القناه ديالك. من بعد البنات الوصف، بالنسبه للوصف كتوصفي القناه ديالك، سميتي فاطمه الزهراء مثلا، المحتوى ديالي كيتعلق بهذه وهذه وهذه، كنتمنى يعني تدخلوا تشتركوا عندي. المهم كتوصفي القناه ديالك، داكشي كيبقى ديالك انت، ما انت اللي كتكتبيه، يعني ما كتشوفيش من عند شي واحد اخر، انت كتحطي داكشي اللي باغا تكتبيه للناس. بغيتي تكتبي غير سميتك كتكتبيها، المهم على حسب شنو انت باغا تحطي في الوصف، يعني كتوصفي القناه ديالك شنو هو المحتوى ديالها. من بعد البنات انفو كتحلي قناه في داك النهار نيت، ما تسنيش نتيا حتى تدوز حتى تكملي الشروط، واحد الشروط كيعطيهم لك اليوتيوب، ما تسنيش حتى تكمليهم عاد ديريه واحد الخطوه اللي غادي نهضر عليها دابا، واللي هي تربطي القناه ديالك بادسنس. انفو تحلي قناه ربطيها ديك الساعه بجوجل ادسنس. شنو هو جوجل ادسنس؟ جوجل ادسنس هو الموقع اللي كيتحطوا لك فيه الفلوس، وهو الموقع اللي كيحطوا لك منه الاعلانات في الفيديوهات ديالك، هذا هو جوجل ادسنس. من الاحسن البنات كنصحكم او لا يعني على كنقول لكم هادشي بتجربه، لان هادشي انا كله دزت منه. انفو تحلي القناه تربطيها بادسنس. كيفاش تربطيها؟ سهله بزاف، كما قلت لك دائما غادي ترجعي ليوتيوب غادي تكتبي كيفاش نربط القناه ديالي بادسنس، فغادي تلقاي مجموعه ديال الفيديوهات، تفرجي في شي فيديو وغادي يوريك هما الخطوات، وانت ما عليك الا تتبعيهم، راه ساهل بزاف. بحال كما قلت لك الا كنتي غادي تحلي القناه ديالك في البيسي، حلي الفيديو في التليفون وتبعي الخطوات. يعني هذا الشيء انا اللي درت، ماشي ما تسجلتش غير مني لراسي ولا شي حاجه، لا ضروري تفرجي في شي فيديو في اليوتيوب باش كتبعي دوك الخطوات، باش كلشي كيكون يعني يعني صحيح، ما تكون حتى شي حاجه غلطه، حيت ما خاص حيت اصلا ما خاص تكون حتى شي حاجه غلطه. الا كانت غير حاجه وحده غلطه ما كيتقبلش لك الحساب ديالك. من بعد البنات ملي كديروا هاد الخطوات كاملين، ما عليك الا تبقاي تحطي فيديوهات ديالك وتحطي لي لايف، وكيعطيوك يوتيوب كيقولوا لك خاصك الا بغيتي مثلا تقبل، ماشي الا بغيتي الا بغيتي القناه ديالك تقبل خاصك تحقي واحد الشروط. شنو هما هاد الشروط؟ هما 1000 ابوني، يعني 1000 مشترك، و 4000 ساعه ديال المشاهده. كيفاش غادي نديروا ليها 1000 ابوني؟ راه كتجي مهم كديري العائله، مهم انت راه كتهضري مع العائله، كلشي كيتابونا عندك نهار على نهار، مره كتحطي فيديو جوج فيديوهات الناس المهم هادوك كيجيو مع الوقت. هذيك 1000 ابوني راه كتجي مع الوقت، تقدر تجيبيها في النهار، تقدري تجيبيها في عام، تقدري تجيبيها في شهر في شهرين، هذيك ما غاديش نهضر عليها بزاف حيت مع الوقت كتجي. بالنسبه ل 4000 ساعه ديال المشاهده كيفاش غادي تجيبيها؟ غتجيبيها بلاي لايف. كديري لي لايف كتهضري مع البنات، تهضري في مواضيع كما كنت كندير انا، و كت يعني كتقولي للعائله ديالك او للاسره ديالك اللي معاك في الدار يطلقوا اللايف ديالك حتى تسالي نتيا، حتى تسالي ديك الساعه ديالك،
صافي وكيتحسبوا لك دوك السوايع هكا نهار على نهار. ما يحاولي ما امكن ما تحطيش بحال دابا اليوم حطيت لايف في الصباح وفي العشيه نحط عاوتاني لايف، لا هذه راه كتسد القناه. بحال دابا مثلا اليوم حطيتي فيديو في الصباح في العشيه ديري لايف، غدا عاوتاني في الصباح ديري فيديو وفي العشيه ديري لايف، فهمتوا كيفاش؟ يعني ما بين كل لايف ولايف حطي فيديو باش هكا القناه ديالك ما تسدش. من بعد البنات ملي كتحقي ملي كتحقي هادشي كامل وكتحقي 4000 ساعه ديال المشاهده و1000 ابوني، كيقول لك بعدا واحد الشرط كيقول لك هذيك 1000 ابوني و4000 ساعه ديال المشاهده خصك تحقيها في ظرف عام، وكاين اللي كيقول لك الا ما حققتيهاش في ظرف عام غادي يسدوا لك القناه. ما كيسدوش القناه، انا هاد الشروط هادو ما حققتهمش نهائيا في داك العام، في داك العام ديالي الاول اللي بديت فيه القناه وداك الشيء، حتى فاتت عام بحال دابا نقولوا عام وشي 3 شهور او لا 4 شهور عاد انايا تحقوا لي دوك الشروط، ما تسدت لا قناه لا حتى شي حاجه، بالعكس ما كتسدش كتكملي الخدمه ديالك كيف ما هي حتى كتحقي الشروط على خاطر خاطرك. مهم ملي كتحقي دوك الشروط كتجي كيقولوا لك صافي راكي حققتي الشروط ديالك، كيصيفطوا لك واحد الميساج كيقولوا بلي راكي حققتي الشروط ديالك، فدابا القناه ديالك غادي تدخل في المراجعه، يعني غادي تدخل في المراجعه على اليوتيوب غادي يشوف القناه ديالك غادي يفحصها غادي يشوفها واش فيها شي حقوق طبع ونشر واش فيها شي مخالفات واش فهمتوا كيفاش. ملي ما كيلقاش فيها حتى شي حاجه وكيلقاها مزيانه كيصيفطوا لك ميساج كيقولوا لك صافي اوكي راه القناه ديالك وافقنا لك عليها تهانينا، وهذه راه يمكن لك دابا تحقي الدخل من القناه ديالك. صافي انا جاني داك الميساج الصراحه فرحت. مهم ملي كيجيك داك الميساج شنو شنو خاصك ديري؟ واحد الخطوه خاصك ديريها واللي هي كتمشي للفيديوهات ديالك كاملين كترجعي ليهم، راه كيفعلوا لك واحد العلامه ديال تحقيق الدخل كتكون بالخضر تنشيرها ان شاء الله ونوريها لكم. اللي ما عرفاتش تخليها لي في الكومونتير وانا غادي نوريها لكم ان شاء الله في شي فيديو، حيت بزاف ديال البنات ما كيعرفوش منين يحقوا ديك تحقيق الدخل، كتجي شويه ما كتبانش الصراحه، دابا نوريها لكم. المهم كتفعلي الاعلانات على الفيديوهات ديالك كاملين اللي عندك، ولكن الفيديوهات اللي تفعلي عليهم الاعلانات هما الفيديوهات البنات اللي الوقت ديالهم من 10 دقائق للفوق، من 10 دقائق لتحت ما فيهمش الاعلانات، خاص الفيديو تكون فيه من 10 دقائق للفوق، ديك الساعه يمكن لك ديري الاعلانات. على الاعلانات شنو هما؟ هما واحد النقيطه الصفري راه كيكونوا تحت الفيديو في داك الشريط الاحمر كيكون واحد النقيطه الصفرين، هذوك هما الاعلانات اللي كيعطيوك ادسنس واللي كتخلصي عليهم. بحال دابا اليوتيوبرز الكبار راه كيتخلصوا عليهم تبارك الله فليسات صحاح. مهم البنات انا كنحاول نشارك معكم تجربتي، وكما قلت لكم هذا الفيديو خاص للمبتدئات لان حتى انا مبتدئه وكنت في الاول واجهت بزاف ديال الصعوبات كيفاش نتجاوز دوك الشروط، وكنتسنى ديك يعني ديك الموافقه وداك الشيء كامل. وانا دابا حاسه بالبنات اللي يلاه بادين واللي يلاه يعني ما فاهميش بزاف هذا الشيء، داك الشيء علاش درت انا هذا الفيديو. المهم البنات واحد النصيحه بغيت ننصحكم، معمركم مثلا ملي تبغيو تجمعوا ديك ال 1000 مشترك معمركم تدخلوا عند الناس وتقولوا لهم اشترك في قناتي اشترك في قناتي كا، وديك تبادل اشتراكات ولا شربي عندي قهوه نشرب عندك. المهم ما ديروش هذه القضيه هذه، وما ديروش واحد القضيه واحده اخرى هي انكم مثلا ديروا واحد الفيديو خاص ديالك وتديري فيه مثلا واحد الاغنيه ديال ريهانه اولا ديال شاكيره اولا ديال دنيا باطمه اولا، المهم ديري حتى شي اغنيه ديال شي فنانه اولا شي فنان مشهور، لان هذه كتسمى مخالفه الطبع حقوق الطبع والنشر ما ديريهاش. وهذه جوج ديال القضيات اللي قلت لكم ديال الاغاني وديال تبادل الاشتراكات هما اللي كتسد بهم القنوات، هذه غير مجرد نصيحه قلتها لكم. المهم البنات شنو اخر تفعيل الاعلانات قلناها. مني البنات صافي كيوليو يطلعوا لك الاعلانات في الفيديوهات ديالك، ملي كيوليو يطلعوا لك الاعلانات في الفيديوهات ديالك وكيوليو الناس يتفرجوا وكيشوفوا يعني الفيديوهات ديالك جداد والقدام، مهم اللي فيهم الاعلانات كيوليو يدخلوك الفلوس. دوك الفلوس فين كيتحطوا في واحد لابليكاسيون سميتها ستوديو يوتيوب او لا يوتيوب ستوديو،
هذيك لابليكاسيون غادي تيليشارجيها من البلاي ستور وكتدخلي عندك التليفون، هذيك لابليكاسيون كيتحطوا لك فيها الفلوس، ما كيتحطوش في الادسنس، كيتحطوا في هذيك لابليكاسيون كتبقاي تشوفي الارباح ديالك. من بعد البنات ملي كتوصلي ل 10 دولار اللي هي 100 درهم كتلاح لك في الادسنس. ملي كتلاح في داك الموقع ديال ادسنس كيجيك واحد الميساج كيقولوا كيجيك واحد الميساج احمر، واحد الشريط احمر كيقولوا لك وصلتي زعما ل 100 درهم وداك الشيء، راه حنا غادي راه حنا صيفطنا لك واحد الكود للباب، انا الباب الدار، راه صيفطنا لك الكود للدار. قبل البنات واحد النصيحه، قبل ملي كتكونوا كتصاوبوا الادسنس ديالكم ضروري البنات العنوان ديال الدار ديالكم فين كتسكنوا ضروري ديروه مضبوط وتحطوا سميتكم مضبوطه كيف ما مكتوبه في لاكارت ناسيونال، وتحطوا الرمز البريدي ديال المدينه فين ساكنين نتوما، شنو اخر، وتحطوا النمره ديال التليفون ديالكم. الرمز البريدي اللي ما عرفش الرمز البريدي ديالو يسول غير الفاكتور هكا، لا كان دايز من الحومه ولا شي حاجه كما درت انا، يسولوا راه غادي يقول لك، يقول لكم شنو هو الرمز البريدي، ولا كتبي غير في جوجل الرمز البريدي ديك المنطقه اللي انت ساكنه فيها راه غادي يعطيوك شنو هو، راه ساهل ماشي شي حاجه صعيبه. بزاف ديال الناس اللي واجهوا هذا المشكل هذا ولكن هو راه ساهل، ما عليك الا تسولي الفاكتور ولا تمشي يعني البنكه ولا شي حاجه، المهم تسولي، ضروري تسولي على الرمز البريدي صافي. كتقادي هادشي كامل في الادسنس ديالك. كما قلت لك ملي كتلاح لك ديك 10 دولار كيقولوا لك باللي غادي يصيفطوا لك الكود تقريبا فوقاش كيوصل ما بين سيمانه جوج سيمانات، كاين اللي كتعطل عليه بالشهوره، المهم على حساب منين غادي يجيك داك الكود، واش من فرنسا واش من امريكا، المهم على حساب داك الكود منين غادي يجيك، حيت ما كيجيش بالضبط من دوله وحده، كيجي من بزاف ديال الدول، على حساب امتى غادي يوصلك. ملي كيوصلك داك الكود فيه 6 ديال الرقومه كتدخليه فواحد البليصه راه كيعطيوها ليك صافي. ملي كتدخليه كيقولوا لك زعما تهانينا وداك الشيء، كيقولوا ليك كيفاش بغيتي الارباح ديالك يعني يوصلوك، واش ويستر يونيون او لا عبر الشيك او لا كارت بونكير، المهم على حساب انت شنو كتختاري، ثلاثه ديال الحاجات تختاري منهم وحده، من الاحسن ويستر يونيون. المهم ملي كتختاري انت شنو كيقولوا لك راه صيفطنا لك واحد القدر صغير من المال، انت خصك ضروري تقولي لينا بالضبط شحال صيفطنا عليك، على حساب كاين اللي كيوصلوا درهم او لا جوج دراهم او لا سنت، المهم على حساب شحال، على حساب انا شنو سمعت كاين اللي كتوصلها 3 دراهم جوج دراهم، المهم على حساب انت بالضبط شنو خصك ديري، تاكدي شحال وصلك وتاخدي هذاك المقدار ديال المال وتحطي عليهم في واحد تتجاوبيهم، يعني كتجاوبيهم شحال وصلك بالضبط. علاش هاد الشيء؟ باش يتاكدوا واش انت بالضبط هي صاحبة داك المبلغ او داك ديك القناة او داك المال اللي غادي يجيك، فهمتوا كيفاش؟ صافي ملي كتاكدي هاد الشيء كتاكدي ديك القيمة المالية اللي صيفطوا ليك، كتجاوبيهم كتقولي لهم هاشحال وهاشحال وهاشحال صافي. ديك الساعة كيقولوا لك اوكي راه الوقت الفلاني راه بامكانك انك تمشي تاخدي الفلوس ديالك، المهم على حساب شحال جاتك في ديك المدة ديال الخدمة ديالك، من نهار وافقوا لك على القناه يعني شحال ديال الفلوس دخلتي. المهم هما دايرين ما عرفتش بالضبط شحال دايرين، ولا القاسم على حساب كل دوله وشحال دايرين فيها، وعلى حساب انتيا واش الادسنس ديالك دايره بالدرهم ولا بالدولار ولا بالاورو، على حساب فهمتوا كيفاش. هادشي اللي كاين البنات، هادو هما الخطوات اللي كيخصك تتبعي. اهم حاجه هي انك تفرجي دائما في الناس او لا الدراري بالخصوص، حيت الدراري هما اللي كيديروا دوك المواضيع ديال كيفاش تفتحي قناه وكيفاش تتبعي هاد الخطوات. كما كندير انا كنتفرج فيهم بزاف، لان الا ما تفرجتيش فيهم كيفاش غادي تسيري القناه ديالك، كيفاش غادي تضبطي الاعدادات ديالك، حيت داك الاعدادات خاصك تضبطيهم صحاحين ما تزقلي منهم حتى شي حاجه، فهمتوا؟ هادشي اللي كاين البنات. واحد الحاجه قبل من يعني بلا ما نطول عليكم، قبل ما نسالي اللي هي انتقادات، الحمد لله يا ربي انا ما عمرش انتقاد صراحه وصلني، ديما كيوصلوني غير الميساجات زوينين
بحال واحد السيده دابا صيفطت ليا، والا كنتي كتشوفي الفيديو ديالي كنسلم عليك من هنا. ساكنه في دبي، صيفطت ليا ميساج، كانت شحال هذه صيفطت ليا ميساج قالت لي بدلي سميه القناه ديالك، حيت انا كنت دايره مطبخ فاطمه الزهراء. قالت لي بدلي سميه القناه ديالك لان القناه ديالك متنوعه وما كديريش غير الطبخ، الطبخ عفوا كتخرجي وهذه وهذه، بدلي السميه. فبدلت السميه، درت يوميات فاطمه الزهراء، ودابا صيفطت لي ميساج شكراتني وداك الشيء، وقالت لي القناه ديالك من نهار بدلتي السميه ديالها غدا وكتطلع ما شاء الله. المهم شكراتني، عجبني داك الميساج الصراحه، لان فهمت وبقات عاقله، بقات عاقله زعما على شحال كان عندي مني كنت دايره مطبخ فاطمه الزهراء، ولا شحال ولا عندي مني بدلت السميه. كنشكرك بزاف بزاف. المهم واحد الحاجه هي انتقادات، ما عمر الانسان يديها في انتقادات، ما عمر الانسان يخلي انتقادات تحطمه وتهبطوا الارض، بالعكس انتقادات هما اللي غادي يطلعوك للفوق. بلا انتقادات راه ما كاين حتى شي حاجه، ولكن اللي ما كيتحملش انتقادات ان فوا تشوفي شي انتقاد اللي خايب ما عجبكش مسحيه، ديريه وكانه ما وصلكش نهائيا. انتقادات البنات حاولوا ما امكن ديروا لهم كروه، ما ديوهاش فيهم، لان شنو هما انتقادات؟ انتقادات راه غادي غير يحطموك، غادي يأزموك نفسانيا وغادي يهبطوك للارض. بالعكس حنايا راه درنا لاشين كنوريو الناس شي حوايج يستافدوا، حتى حنا نستافدوا من الناس، واللي انتقدنا كنخليوه كنخليوه لله. انتقادات ما خصناش نهائيا نديوها فيهم، بالعكس خصنا نخدموا على القنوات ديالنا. وكنقول واحد الحاجه واحده اخرى، هذا الفيديو هذا كنوجهه بالضبط للمبتدئات اللي بديت انا وياهم. المهم كنسلم عليكم من هنا، وان شاء الله يا ربي نوصلوا كاملين مع بعضياتنا ان شاء الله يا ربي. حاجه واحده اخرى كنقول للناس اللي كيشوفوا المحتوى لاشين ديالي لاول مره يتابوناو عندي، اللي ما كيعرفش زعما يتابوناو داك الشيء، تحت الفيديو كاينه صابوني او لا ابوني او لا اشتراك، بركوا عليها وفعلوا الجرس اللي حداها حتى يدير واحد الشريطات او لودينات من الفوق، هكا باش كيوصلكم كاع الجديد ديالي. خليوا لي لايك او لا ديسلايك الا ما عجبكمش الفيديو، حاولوا انكم تخليوا لي دائما لي كومونتير باش هكا نتواصل معكم اكثر، لانني دائما كنجاوب على التعاليق ديالكم الزوينه. شكرا لكم بزاف بزاف، وشكرا كاع للناس اللي مشتركين عندي في القناه، والله القسم كنشكركم بزاف بزاف من اعماق القلب ديالي. وغادي نخليكم دابا لانني طولت عليكم بالهضره، تهلاو ليا بزاف في ريوسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.